احتفى سيتي بنك البحرين بالذكرى الثالثه لتاسيس مركز سيتي العالمي للتكنولوجيا الحائز على الرخصه الذهبيه من مملكه البحرين والذي يعد المركز الاول من نوعه في المنطقه وقد اختارت سيتي مملكه البحرين مقرا لمركزها بسبب عمق وتنوع المواهب المتاحه في البحرين الى جانب ذلك ما تتميز به المملكه من منظومه تشريعيه متقدمه والبيئه المواتيه للاعمال اضافه الى الدعم الحكومي المرن الذي يتيح الحوافز والبرامج التدريبيه ودعم الاجور المخصصه للقوى العامله المحليه وهو ما شجع سيتي على ان تسعى لتخصيص الف وظيفه برمجه للبحرينيين على مدى عشر سنوات وقالت إلهام أول حاج رئيس المركز إن مركز سيتي يسعى لخدمة العملاء في جميع أنحاء العالم ومساعدتهم على التعامل مع التحديات والفرص في عالمنا المتغير من جانبها قالت دلال بحجي رئيس التنفيذ الرئيس التنفيذي للخدمات الماليه بمجلس التنميه الاقتصاديه، ان مركز سيتي العالمي للتكنولوجيا يسلط الضوء على التزام البحرين بالتحول الرقمي، ويعزز من مكانتها كمركز استراتيجي للخدمات الماليه والابتكار التكنولوجي، ويجسد الثقه التي توليها المؤسسه الدوليه الرائده للبحرين كوجهه للاستثمار والخدمات العالميه. نحن اليوم عم نحتفل بالذكرى الثالثة السنوية لإنشاء مركز تكنولوجيا العالمي لسيتي بانك بالبحرين ونحن كثير فخورين بهالموضوع وإن شاء الله يضلوا على السنين الجاية نطور الجيل الجديد نحن لهلا بثلاث سنين عنا 185 موظف وموظفة منهم أكثر من 70% من البحرينيين وعنا 20% من النساء وهذا الشيء نحن كثير فخورين فيه. مركز تكنولوجيا في البحرين هو موصول بشبكه تكنولوجيا تبع سيتي بانك عالميا وبيطوروا آه الخدمات المصرفيه لسيتي بانك لكل عمالقنا في العالم. سو هن موصولين عالميا من ناحيه آه تطوير الجيل الجديد وتطوير المركز نحن على الخطى مش على عشر سنين على الجيل القادم على عقود قادمة إن شاء الله بنضلنا نوظف بحرينيين ونحن بنطور القدرات البحرينية في مجال التكنولوجيا